السلام عليكم، مرحبا بالجميع ومرحبا بكل متابعين قناة أمين سيستم. راح نعطيكم اليوم واحد الفيديو راح يشوكيكم شوية، راح يعقدكم خلاص وحتولوا تخافوا بالبزاف، هذا بالطبع إذا كنت خوف. هذا الفيديو راح نعطيكم ما معنى رقم 20 من كل قرن، معناها مثلا 1920 2020، يعني وش صرا في العشرينيات من كل قرن. هذا هو الفيديو، تابعوا معي حيكون خفيف ظريف، لكن راح تصطدموا بواحد اشياء صرات في التاريخ لن تصدقوها. اذا وقبل ما نبدا الفيديو كما على بالكم لازم تروحوا تشتركوا في القناه، لان على بالي بلي الفيديوهات حيعجبوكم، وما تنساوا تضغطون اللايك، دعمونا واعطيونا بعض التعليقات. اذا كما قلت لكم عام 20 من كل قرن، ماذا يعني ذلك؟ يعني عام 20 هو عام الوباء، مثلا 2020 هو عام الوباء. رح نعطيكم معلومات من التاريخ تخص الرقم 20 من كل قرن. اذا رح نبدأ من عام 1720 ميلادي. الطاعون قتل اكثر من 100,000 شخص. نزيد لكم في عام 1820 الكوليرا، مات أكثر من 130,000 شخص من هذا الوباء كوليرا. أيضا 1920 الإنفلونزا الإسبانية، مات فيها أكثر من 150,000 شخص. و2020 على بالكم كان مش هو الوباء كورونا، والحصيلة أكثر من 22,000 قتيل وما زالت مستمرة. إذا التاريخ لا يكذب، فرقم 20 من كل قرن فيه وباء. هل هذه الفيروسات اللي رانا نشوفوا فيها كل 100 سنة وكل ما نوصلوا 1920 1820 2020، هل هي مصطنعة يعني من عند البشر، من عند العلماء والأطباء اللي عم يخلقوا في هذه الفيروسات ويقتلوا الناس باش نقصوا الكثافة السكانية وباش يبيعوا الأدوية، ولا هي عقاب من عند ربي سبحانه لكل الناس؟ أعطيني رأيكم في التعليقات وقولي وش رأيكم، هل هي عقوبة أم هي فيروسات مصطنعة من عند البشر؟ قبل ما تروحوا ما تنسوش أيضا دعموني باشتراك ولايك للفيديو. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.